انقلاب عسكري في عدن والإمارات تقصف قوات الجيش، مقتل القائد الحمادي ووجود عسكري في وجمود عسكري في معظم الجبهات مع ميليشيا الحوثي، حصاد 2019 العسكري في المساء اليمني. أهلا بكم. حمل عام 2019 مستجدات عديدة على المشهد العسكري اليمني كمعركة تجاوزت عامها الخامس. شهد العام المنصرم جمودا عسكريا شبه كليا في جميع جبهات الشرعية مع الانقلابيين، الحديدة، تعز، البيضاء، الضالع ونهم، كلها جبهات شهدت هدوءا تاما خلال العام كما يقول مراقبون. وبالمقابل كانت المعارك مشتعلة بين الإخوة الأعداء في عدن وأبين وشبوة وحتى المهر وسقطرة. إذن لم تعد المعركة مع الحوثي تشكل أولوية لدى صانع القرار السياسي والعسكري في اليمن، بل اتجهت البوصلة كما يبدو لكثيرين نحو تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ في ظل شلل كامل من قبل هرم الشرعية ومؤسساتها المعنية. مؤسسة الجيش الوطني بعد 5 سنوات من إعادة التأسيس والبناء تبدو لخبراء مقطعة الأوصال وتعمل كجزر منفصلة، إذ أن القيادة في مأرب ليس لها سلطة على من هم في عدن أو الساحل الغربي أو الضالع أو تعز. يقولون هي اختلالات بنيوية رأسية وأفقية في مؤسسة الجيش، لا تبدو المؤشرات أنها أي المؤسسة في طريقها للتعافي والنهوض. عام مليء بالخيبات يمضي محاطا بأسئلة تراكمت منذ أعوام سابقة عن مصير معركة استعادة الدولة. دخلت الحرب في حالة موت سريري منذ أن وصلت طلائع الجيش الوطني إلى مشارف صنعاء في العام 2016، ولكن السلام لم يأتي ولم تعد دولة اليمنيين. وبدلا من استعادة عاصمة الدولة، أفاق اليمنيون في منتصف العام على خسارة مدوية لعاصمتهم المؤقتة عدن. في 10 أغسطس نفذت قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات تمردا مسلحا ضد الحكومة الشرعية في عدن وفرضت سيطرتها على المدينة. في أواخر الشهر ذاته ظهر أن قوات الشرعية تسعى لاستعادة السيطرة على عدن، وكان انتزاعها قاب قوسين أو أدنى لولا تدخل طائرات الإمارات في اللحظة الأخيرة، حينها شنت مقاتلات الإمارات غارات استهدفت قوات الجيش، ما أسفر عن سقوط 300 عسكري بين قتيل وجريح. فانسحب الجيش الوطني عائدا إلى محافظة شبوة لتصل الحالة في عدن وجوارها إلى النقطة ذاتها التي وصلت إليها المعركة مع ميليشيا الحوثي، ألا حرب ولا سلم. وليبقى حال اليمنيين معلقا برغبات وأطماع الأطراف الخارجية. قبل ذلك وتحديدا في 10 يناير نفذ الحوثيون هجوما بطائرة مسيرة استهدفت قاعدة العند، أكبر قاعدة للجيش جنوبي البلاد، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من ضباط الجيش والاستخبارات. في منتصف مارس سقطت منطقة كشر قلب حجور بيد ميليشيا الحوثي بعد صمود دام لأكثر من 50 يوما من قبل المقاومة الشعبية. كان السقوط الأكثر مرارة وسط اتهامات للشرعية والتحالف بالخذلان المتعمد للجبهة التي اشتعلت في قلب الأعداء. وتلاها تنفيذ ميليشيا الحوثي عدة هجمات في الضالع والبيضاء استعادت خلالها مناطق واسعة في المحافظتين، ليبدو الأمر وكأن العام لن ينتهي إلا بانهيار تام لجبهات الشرعية وانتصار الميليشيا. على الحدود كانت الجريمة الأكبر لهذا العام، أكثر من 2500 قتيل وجريح وأسير بعد عملية عسكرية نفذها الحوثيون ضد لواء الفتح الذي تموله السعودية للدفاع عن حدودها. مرت الجريمة وكأن شيئا لم يحدث، ولا يزال اليمنيون يموتون حتى اللحظة دفاعا عن الحدود السعودية. جبهة الحديدة التي كانت على وشك الانتصار تحولت إلى ميدان مفتوح لقذائف الميليشيا وأخطاء التحالف وتلاعبات القوى الدولية. وكأن كل الخيبات السابقة لم تكن كافية لينتهي العام بفاجعة اغتيال واحد من أبرز رجالات المعركة ضد ميليشيا الحوثي، قائد اللواء 35 مدرع
العميد عدنان الحمادي ليستحق العام عن جدارة اسم عام الخيبات. تعز واليمن إلا بوحدة صفنا وجهودنا، لا تنكروا أدوار الآخرين لكي لا. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي عبر الأقمار الصناعية من تعز العقيد عبد حمود الصغير رئيس عمليات اللواء 17 مشاة بمحور تعز. أرحب بك سيادة العقيد. سنتحدث بشكل عام عن المشهد العسكري خلال عام 2019، لكن دعنا نبدأ ب يعني ندخل لهذا المشهد من زاوية تعز. يبدو أن تعز أبرز ما حصل فيها خلال هذا العام هو جمود على الجبهات فيما يتعلق بمعركة التحرير، ما هي أسباب هذا الجمود؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أرحب بك أخي الحبيب وجميع المشاهدين الكرام. ندرك أن الوضع العسكري على مستوى الساحة الوطنية يشوبه كثير من المعيقات والمعوقات، والتي قد تكون عوائق أساسية في تقدم الجيش الوطني في كثير من الجبهات، أو أيضا التأخر وعدم تحرك الجبهات سواء في تعز أو غيرها. الجيش الوطني اليوم يعاني من شحة في الإمكانيات بشكل كبير جدا، يعاني أيضا من عوائق تعيق أداء الجيش الوطني، سواء من نقص في التغذية، نقص في المحروقات، نقص في بقية المهام. كلها عوامل لا شك أنها تؤدي إلى عرقلة الجيش الوطني في تنفيذ مهامه الوطنية المسنودة إليه. لكن هذا لا يعني أن الجيش الوطني جمد بشكل كبير جدا، لكنه أيضا أدى أدوار على مستوى الوطن وعلى مستوى الجبهات بقدر ما لديه من إمكانيات، أنجز هنا أو هناك انتصارات حتى وإن كانت قليلة، إلا أنها أيضا في النهاية تعتبر إنجازات ميدانية محققة. الشيء الآخر، الجيش الوطني اليوم يقدم معركة في شقين، شقها الأول الشق الدفاعي والشق الآخر الشق الهجومي لتحرير الأرض وتحرير المناطق من الميليشيا الكهنوتية المجرمة. كل ذلك أوجد خارطة عسكرية يشوبها كثير من النقاط التي سواء يمكن أن نحكم به تقدم أو تأخر، جمد أو لم يتحرك، لكن في النهاية لدينا كثير من إشكاليات في لدى الجيش الوطني، أهمها شحة الإمكانيات سواء في الجانب اللوجستي أو الجانب الميداني. تفضل بالبقاء معنا سيادة العميد. أرحب بمن ينضم لنا عبر السكايب من برلين الخبير العسكري سيادة العميد حسين العمري. أهلا بك سيادة العميد. إذن بداية عام 2019 في المشهد العسكري، ما هي أبرز المشاهدات لديك فيما يتعلق بهذا العام عسكريا؟ أهلا يا أستاذ وجيه السمان، أحييك عزيزي وأحيي قناة بلقيس وأحيي مشاهدينا الكرام. أهلا بك أينما وجدوا، والتحية موصولة لضيوفك الكرام سعادة الزميل العقيد عبد حمود الصغير ومن سينضم، سيادة العقيد عبد حمود الصغير ومن ينضم مؤخرا. عزيزي، حقيقة الأمر عام 2019 يعني معظم الجبهات القتال شهدت ركودا تاما، خاصة بعد ما وجهت هناك ضربة في العمق السعودي للمنشآت النفطية. توقف الطيران في دعم الجبهات، وتوقفت معظم جبهات القتال، وخاصة الجبهات الكبيرة مثل جبهة صرواح، جبهة نهم، جبهة تعز، جبهة البيضة. لم تكن هناك أي اشتباكات إلا في مارس، كانت هناك اشتباكات للمقاومة الشعبية في حجور وفي الساحل الغربي، تحديدا في منطقة حرض وفي المقاومة في دمت. لكن أهم ما حصل في عام 2019 هو ما حصل في عدن من تمرد عسكري من قبل قوات ما سميت بالنخب والأحزمة الأمنية التي تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع، رغم أن هذه الوحدات تم تشكيلها بقرارات جمهورية، لكن مع الأسف لم يكن عقيدتها العسكرية وولائها
يعني للشرعية ممثلة بالرئيس عبد الرب منصور هادي والوزارة الدفاع، كان ولاءها ولاء مناطقي، وتم دعمها وتأهيلها وتسليحها من قبل دولة أحد دول التحالف وهي دولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا هذا كان يعني أعتبرها أنا شخصيا، وهذا يعني لا أنطق باسم أحد، أنا ناطق باسمي الشخصي فقط، أعتبره هذا كان خطأ كبير من قبل الشرعية أن سمحت لتشكيل قوات نخبة وألوية بقرارات جمهورية وهي لا تملك من أمرها شيئا ولا يعني تندرج في إطار هيكلة وزارة الدفاع، فكان طيب تشكيلها سنعود إلى كل خارج ذلك سيادة عن الإطار الشرعي العميد. فيما وإطار يتعلق وزارة الدفاع، بالمعركة هناك وكان ولاءها ولاء في تعز، مناطقي كيف معروف، ترى الأمر وهذا هناك؟ الذي أدى إلى وما أن هي أبرز خرجت ملاحظاتك على المشهد عن العسكري هناك؟ السيطرة وحصل أخي العزيز. نحن إذا أردنا أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع المشاهد الكريم، يجب علينا أن نضع النقاط على الحروف. نحن في اليمن توجد لدينا 5 جيوش وليس جيش واحد. هناك جيش يمثل الشرعية والذي هو يتبع وزارة الدفاع، وهذا هو الجيش الذي هو معترف به رسميا. وطبعا هناك خلل في هذا التشكيل الجيش، توجد عليه ملاحظات، توجد يعني هناك نواقص، ويوجد هناك خلل في العقيدة العسكرية وفي الولاء يعني، ولكن ليس نحن في صدد التفصيل. هناك يوجد جيش آخر والذي تكلمنا عنه وهو موجود في عدن والذي يتبع المجلس الانتقالي، ما سمي بالقوات النخب والأحزمة الأمنية، وهناك جيش ثالث هو ما سمي بألوية الحد الجنوبي مثل لواء فتح ولواء حرب وألوية الواجب وألوية محاربة الإرهاب وألوية الصاعقة وما إلى ذلك. هذه الألوية تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع ولا تخضع يعني لهياكل ومناطق العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع، بل هي تتبع مباشرة التحالف وبإشراف مباشر من قبل قائد التحالف سمو الأمير فهد بن تركي، ويتم تدريبها وتموينها، وهذه تم إنشائها بعقيدة وولاء عقائدي إيديولوجي، وتم تسليم قياداتها لأخواننا السلفيين السروريين، وطبعا تم تجميعهم من أكثرهم كانوا من المغتربين ومن بعض الجبهات المقاومات الشعبية التي طيب خذلتها الشرعية في تعز وفي البيضاء تفضل بالبقاء وفي معي دور، سيادة قرروا أن العميد. الآن ينضموا إلى هذه دعني الألوية أعود إلى التي تم سيادة تشكيلها العقيد عبد الحميد عقيدة الصغير وولاء في تعز. إيديولوجي سلفي نعم تشرف عليها المملكة العربية السعودية مباشرة. سيادة العقيد، كنت قد تحدثت قبل قليل عن أن هناك ما أتمه الجيش الوطني خلال هذا العام، وإن كان هناك الكثير من يعني هناك شح في الإمكانيات كما تتحدث. الجيش الوطني يعاني من شحة الإمكانيات، نقص التغذية، نقص المحروقات إلى آخره. ما هي أبرز إنجازات الجيش خلال هذا العام على صعيد تحقيق مكاسب جديدة وأيضا تأمين ما تم اكتسابه خلال الأعوام الماضية؟ أخي الحبيب، الجيش الوطني في تعز خلال عام 2019 أنجز الكثير من القضايا الأساسية، أولها البناء المؤسسي للجيش الوطني في تعز أنجز بشكل كبير جدا، ونلاحظ الوجود محور وألوية وهياكل عسكرية. الشيء الآخر على مستوى الأرض، قام الجيش الوطني بتأمين جميع المواقع المحررة الموجودة على مستوى المحافظة، ثم أيضا محاولة التقدم هنا وهناك، حصل تقدم بسيط في بعض الجبهات لكن لا يرتقي إلى درجة التقدم النوعي الذي يحقق إنجاز أكبر، لكن هذا له مسببات وذكرناها سابقا، وهي ما يهمنا قضية الإمكانيات الأساسية التي يمكن أن تجعل من هذا الجيش يتحرك في الجبهات. اليوم نحن نقود معركة دفاعية كبيرة جدا، العدو منذ فترة منذ ما يقارب الآن شهرين وهو يقوم بهجمات يومية في القطاع الغربي والغربي الشمالي لقطع شريان تعز الرئيسي اللي هو خط الضباب، يحاول العدو عبر هذه المعركة التي حشد لها من كل مكان، والجيش الوطني يقوم بصد هذه الهجمات
القوية والتي يعني تتم يوميا في أكثر من جبهة. ما يخص الوضع الميداني العسكري أخي في تعز، لديه كثير من المعوقات التي جعلت الجيش الوطني يتحول من معركة هجومية إلى معركة دفاعية. محافظة على الوضع الموجود، لدينا كثير من القضايا الأساسية التي أيضا الشرعية والتحالف لم يوليها الاهتمام. جرحانا يتساقط في الجبهات، لا نجد لهم دواء في تعز، لا نجد لهم علاج سواء داخل اليمن، وإذا سافروا خارج اليمن يموتوا من الجوع ومن شدة تأخير علاجهم سواء في مصر أو في الهند. لدينا كثير من القضايا، لكن بإذن الله عز وجل الجيش الوطني ما زال جيش متماسك، جيش قادر على تحقيق الإنجازات هنا وهناك، لديه كثير من القدرات. أبطالنا في الجبهات وفي المواقع لديهم المعنوية العالية التي تكسر أنوف المعتدين وتكسر أنوف الميليشيات. بإذن الله عز وجل إذا توفرت الكثير من هذه الإمكانيات الجيش الوطني قادر على أن يحقق الكثير من الإنجازات. أيضا سيادة العقيد، كان من أبرز ما حصل أيضا بالنسبة للجيش في تعز هو مقتل العميد الحمادي، إلى أي مدى يعني صف لنا كيف أثر ذلك على المؤسسة العسكرية هناك وكيف ستتعامل الآن مع الوضع؟ لا شك أن الشهيد القائد العميد عدنان الحمادي رحمة الله عليه، والذي نبعث من هنا برقية تعزية إلى كل أبناء الوطن وأبناء الجيش الوطني بفقدان هذا الهام أو الهامة العسكرية والقامة القيادية الكبرى، لا شك أنه أثر في نفوسنا كقادة وفي نفوس أبناء الجيش الوطني في تعز. لكن ما يعطينا الأمل ويعطينا الثقة ويعطينا الدافع أننا سائرون على نهج هذا الشهيد، وأننا أيضا نمضي في الطريق الذي مضى إليه الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي، ولن وهذا ما يجعلنا أيضا متماسكين في تعز، سواء أبناء الجيش الوطني أو أبناء تعز بشكل عام. ندرك تماما أن حياة العميد عدنان الحمادي الحافلة بالوطنية التي لا ينكرها إلا التي ينكرها جاحد ومكابر، فمن مقر اللواء معسكر المطار القديم إلى الضباب إلى الصيل إلى الأقروض إلى الأحكوم إلى كل هذه المناطق وإلى آخر هذه المناطق، نجد أن للشهيد بصمات قيادية وبصمات عسكرية جعلت من الشهيد نجما من نجوم تعز، بل عملاقا من عمالقة اليمن. اليوم مقتل هذا القائد يمثل لنا أيضا نوع من الانتكاسة، لكن عزاؤنا فيه أننا سائرون على نهجه، وأننا أيضا في الطريق الذي خطه لنا جميعا، وكلنا في هذا الطريق ولا نسعى إلا أن نصل إلى النهاية نصر أو شهادة. تفضل بالبقاء معنا سيادة العقيد، ورحب بمن ينضم لنا الآن عبر الهاتف من القاهرة الدكتور علي الذهب الخبير العسكري. رحب بك دكتور. فيما يتعلق بالمشهد العسكري يعني في اليمن عموما، لكن دعنا نتحدث الآن في تعز باعتبار أن العقيد عبد الحمود الصغير لا زال معنا. فيما يتعلق بالمشهد في تعز، كيف تقرأ الخارطة العسكرية وما اكتسبه اليمنيون عسكريا خلال هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة المشهد العسكري في محافظة تعز ويضم أيضا المحور الساحل الغربي لا زال المشهد يعني معقدا، وهناك أطراف في التحالف تتجاذب إضافة إلى أطراف أخرى داخلية تتجاذب هذا المشهد بشكل أو بآخر، وتحاول الزج بأطراف أخرى بأطراف متصارعة ضمن السلطة الشرعية أو أطراف التي لا تزال تأخذ أو تتخذ موقفا معينا من هذه السلطة، وأخص بالذكر القوات المشتركة وبين قوسين يعني قوات طارق صالح المتواجدة في مناطق المخا والخوقة. تبدو الخارطة العسكرية الآن أنها تحاول أو يحاول جميع الأطراف التهدئة، تصويب بنادقهم باتجاه الحوثيين، لكن هناك جسور مقطوعة بين هذه القوات، وعلى أتمنى أن تكون السلطة الشرعية هي المبادرة
لاحتواء هذه القوات والدفع بها في مواجهة خصمهم الأول وهم الحوثيون. العودة إليك سيادة العقيد حمو عبد الحمود الصغير، فيما يتعلق ب يعني المشهد بشكل عام في تعز، هناك أيضا يعني ناحية أخرى، هناك من يتحدث على ازدهار وضع الميليشيات والعصابات، هناك من يتحدث على انفلاتات يعني على أن الجيش قد يغض الطرف عن ما يمكن أن يكون نتوءات على حساب حضور الدولة ومؤسساتها، إلى أي مدى تتفق مع هذه النقطة؟ أخي الحبيب، ما تسمعه ويسمعه الآخرون عن وجود مثل هذه القضايا في تعز، لا شك أنه أي منطقة هي منطقة، نحن نعيش حرب ونعيش أيام حرب ونعيش معارك، لا شك أن يتم أو أن يوجد مثل هذه النتوءات، لكن هذه النتوءات الجيش الوطني رديف قوي للأمن في هذا الجانب. الجيش الوطني اليوم يمد يده للإخوة في الجانب الأمني لإنجاز المهام الأمنية، وما نسمعه قد تحصل قضايا هنا أو هناك، تحصل قضايا قتل هنا أو هناك، قضايا انفلات هنا أو هناك، لكن إذا قارنت هذه القضايا بمناطق أخرى ستجد أن تعز الدولة حاضرة فيها بقوة، الدولة حاضرة فيها بجميع مؤسساتها الإدارية بدءا بالسلطة المحلية وانتهاء بمدراء الأقسام في الشرطة وغيرها. السلطة المحلية قائمة في المديريات المحررة بشكل كبير جدا. ما يشاع أو يقال هو أكثره يخضع للجانب الإعلامي والمغالطة الإعلامية والمزايدة الإعلامية بشكل كبير، ولا ننكر وجود مثل هذه النقاط ولكن بالشكل الضيق. الجيش الوطني اليوم رديف للإخوة في الأجهزة الأمنية للقضاء على مثل هذه القضايا. طيب ومع سيادة العقيد، يعني في سياق الحديث عن الحرب فيها من الفوضى الكثير، الوضع بشكل عام، يعني الجيش ربما في تعز لن ينفصل عن وضع الجيش في اليمن بشكل عام، وتحدث يعني العميد العمري وكذا السيد الذهب فيما يتعلق ب يعني انفصال، يعني هناك وجود أكثر من رأس لهذا الجيش، هناك إشكالية أيضا وجود ميليشيات قد لا تعترف فيه بداخل وتعمل في مناطق المحررة التي تعتبر محررة، إلى أي مدى هذا يؤثر على عملكم؟ أخي الحبيب، أنا أوافق ضيفك الكريم فيما قاله جملة وتفصيلا. لا شك أن تعدد الولاءات الجيش الوطني أو وجود جيوش أو جماعات أو هيئات خارج إطار الجيش وتعمل وفق الخارطة العسكرية، هذا يؤثر علينا كثيرا، يقطع عملية التواصل وعملية أيضا التكامل، يجعل أن كل جهة تؤدي أدوارها وفقا لمن يوجهها ومن يأمرها ومن يمولها. لكن في النهاية هذه النتوءات لابد للشرعية أن تضع حد واضح وصريح أمام العالم كله، لابد أن هذه التكتلات تخضع لوزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان والقائد العام للقوات المسلحة الأخ المشير الركن عبد الرب منصور هادي، حتى نستطيع أن نوجد نوع من التكامل وأيضا استكمال المعركة بروح واحدة وبروح تواقة للخلاص من هذا الانقلاب. شكرا لك سيادة العقيد عبد الحمود الصغير، رئيس عمليات اللواء 17 مشاة، كنت معنا عبر الهاتف من أو عبر الأقمار الصناعية من تعز. بالعودة إليك سيادة العميد العمري والمعذرة على الإطالة، يعني في سياق الحديث عن تقييم المشهد العام الآن، يعني هناك أنت أشرت إلى مسألة القوات الموجودة أو مسألة التجنيد والمعركة في الحد الجنوبي للسعودية، تجنيد غير رسمي من قبل السعودية على حدودها في كتاف وغيرها، أيضا هناك يعني هذه الجبهة شهدت المئات من القتلى والأسرى، كيف أثر ذلك على المشهد العسكري في اليمن بداخل اليمن بتقديرك؟ أخي العزيز، مثل ما أنا وضحت لك سالفا بأنه هناك توجد تشكيلات عسكرية هي تم تشكيلها وتبنيها خارج إطار وزارة الدفاع، سواء في الحد الجنوبي، وتطرقت إلى ما حدث في وادي آل أبو جبارة في مارس عام العام 2019، وما حصل مع اللواء الفتح
من التفاف، وطبعا هذا كان نقص خبرة في القيادات، لأن هذه الألوية التي تم تشكيلها في الحد الجنوبي هي تنتقص إلى الخبرة العسكرية، ومن يقودها ليسوا عسكريين حرفيين مهنيين، بل تم إيلاء قياداتها إلى أشخاص بأيديولوجية سلفية سرورية طبعا عقائدية، ولكنهم لا يمتون إلى العمل العسكري وإلى السلك العسكري بأي صلة، فأغلبهم أما كانوا تجار أو كانوا يمارسون نشاطهم وأعمالهم مع احترامنا لكل المهن، أما إن كانوا مدرسين أو كانوا تجار في عسل أو في بخور أو في حاجة، فأتوا بهم ووضعوهم في مكان ليس مكانهم وحملوهم فوق طاقتهم، رغم أنهم قاتلوا قتالا شرسا في معظم الجبهات، جبهات رازح وجبهات الصفراء ومعظم الجبهات التي تم الزج بهم، قاتلوا قتال الأبطال. لكن نحن نقول أن هذه الألوية تم تشكيلها ليس على أساس حرفي مهني، وربطها بوزارة الدفاع وبالمناطق العسكرية التي تتبع وزارة الدفاع الممثلة للجيش الشرعية. أيضا في تعز وجدت هناك يعني كتائب تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع، مثل كتائب أبو العباس، مثل الألوية التي تم تشكيلها مؤخرا بقيادة حمود المخلافي، وهذه هي نعم. الألوية تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع، ومعظم منتسبيها هم من عادوا من الحد الجنوبي بعد أن وجه لهم قائد المقاومة الشعبية في تعز الشيخ حمود المخلافي وطالبهم طيب. بالعودة، وتم تشكيل هذا الأولى. نحن نقول أن الجيش الشرعية لن يرقى إلى مستوى الجيش الوطني الذي يكون مظلة للجميع، ويجب أن يتم استيعاب كل هذه الوحدات وكل هذه التشكيلات العسكرية التي تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع، ويتم ترقيمها وإدراجها ضمن الجيش التابع لوزارة الدفاع حتى يرقى إلى مستوى جيش وطني يتم تشكيله بمعايير وطنية وبعقيدة عسكرية وولاء وطني، بعيدا عن الولاء الحزبي والولاء المذهبي والولاء العقائدي والمناطقي، ويتم تشكيله من جميع التراب اليمني ومن كل محافظات اليمن بمعايير موحدة، قد تكون الكثافة السكانية، قد تكون أي معيار، إنما يطبق على الجميع، ويجب أن يكون جيشا وطنيا يتمثل فيه جميع أبناء الوطن اليمني وجميع المديريات والمحافظات اليمنية دون استثناء. كذلك التشكيلات التي تم تشكيلها خارج إطار وزارة الدفاع في الانتقالي، مثل النقاب والقوات الأحسنة الأمنية، هذه يجب أيضا أن يتم استيعابها ودمجها وليس ضمها، لأن اتفاقية الرياض عندما أتت كنا متفائلين أن هذه الاتفاقية ستكون هي الحل لاستيعاب هذه الألوية وهذه التشكيلات العسكرية التي تصل أعدادها إلى 90,000 أو 100,000، كنا نتوقع أن هذا سيفضي الاتفاق إلى دمجها ومزجها في الجيش الشرعي الذي نتمنى أن نراه يوم من الأيام جيشا وطنيا تذوب فيه كل الولاءات وكل العقائد وكل الاستراتيجيات، وتبقى الولاء الوطني ويبقى العقيدة العسكرية والمعايير الثابتة لبناء الجيوش الوطنية مثل ما هو متبع في جميع جيوش العالم في تشكيلها. طبعا طيب. أخي العزيز، ما نشاهده اليوم أن اتفاق الرياض ولد خدجا، يعني كان المولود خدج ومات قبل أن يولد، ف يعني نشاهد اليوم أن في هناك توترات، أن في هناك يعني لا يمكن أن يتم تطبيق هذه الاتفاقية، وستكون بمثابة استوكهولم آخر في اليمن. أيضا الألوية التي تم تشكيلها من قوات الحرس الجمهوري والمقاومات الأخرى ومقاومة ألوية العمالقة، كذلك هذه الألوية يجب أن يتم ترقيمها واستيعابها ودمجها وليس ضمها. الفرق بين الضم أنك تضم قوة وتبقى هذه القوة كما هي، والدمج أنك تدمجها وتمزجها وتهيكل، لا بد من هيكلة الجيش اليمني، ويجب أن تضع معايير وطنية وأن يحرم الحزبية والولاء الحزبي، وأن تمنع منعا باتا ممارسة الحزبية داخل مؤسسة الجيش، وأن لا يكون هناك أي سيطرة من قبل أي مجموعة مدلجة مذهبية أو مناطقية أو عقائدية أو قبلية، وأن يكون الجيش هو مؤسسة عسكرية محايدة ولاءها لله وللوطن، وأن يكون مشكل من جميع مناطق اليمن دون استثناء. هذا هو سأنقل هذه الحل، النقاط. أما ما بقينا
مشتتين، وهناك يعني اكثر من راس، وهناك اكثر من طيب ايديولوجيه، وهناك سأنقل هذه اكثر من النقاط طلاب. جميعها يعني إلى تصور انه الدكتور علي في جبهه الذهب، تعز لو هي سمحت جبهه لي سيادة واحده العميد، في تجد هذا فيها السياق يعني مسألة الامن والامان. ازدهار الميليشيات المدعومة خارجيا في البلاد بأكملها على حساب الضعف في مؤسسات الجيش الرسمية، عدم تسليم الرواتب أو شحة الإمكانات كما كان يشكو سيادة العقيد الصغير، برأيك دكتور علي إلى أي مدى هذه الإشكالات في طريقها إلى الحل؟ هل هناك مؤشرات للتعافي بالنسبة للجيش بحسب تقديراتك؟ حقيقة لا تزال هذه المسائل معقدة ولا يمكن حلها في ظرف قياسي. قياسا على ما حدث مثلا في اتفاق، على ما جرى من تطبيق لاتفاقيات ستوكهولم واتفاق الرياض، يعني المسألة تبدو أنه لا أمل، ولكن يجب السعي وراء تحقيق التحام الجيش تحت قيادة وزارة الدفاع، وقوات الأمن تحت قيادة وزارة الداخلية، وأن يجري إعادة دمج وتدريب وإعادة انتشار لهذه القوات في المناطق المحررة، بما يخلق يعني ملامح الدولة التي من حقها استخدام القوة لفرض الأمن أو احتكارها، وهذا مبدأ متعارف عليه في العلاقات الدولية والمبادئ السياسية. يعني انظر الى مساله توحيد هذه القوات، ولما شتاتها انها مساله لا تزال معقده وتحتاج الى بذل المزيد من الجهد من كافه الاطراف، وعلى وجه الخصوص السلطه الشرعيه التي يجب ان تعود الى يعني محافظه عدن وفقا لاتفاق الرياض. احب ان اعقب على مساله اتفاق الرياض، هناك من ينظر اليه بانه كما تفضل سيادة العميد أو العقيد بأنه ولد ميتا، خالفه الرأي. ربما الاتفاق لمن قرأه وأمعن في سطوره وفي محتوياته اتفاق رصين وجيد، لكنه كان متفائلا أكثر، واضع الاتفاق أو واضعوا الاتفاق كانوا متفائلين كثيرا، لأنهم حددوا سقفه الزمني ب90 يوما، وهناك مراحل للترتيبات الأمنية أو السياسية والأمنية والعسكرية تتفاوت من بين 15 يوم إلى 30 إلى 60 يوما إلى 90 يوما. إذا نفذ هذا الاتفاق بحذافيره كما هو موجود، فإننا سنشهد تحولا جوهريا في منظومة الدفاع وفي منظومة الأمن، لأن الاتفاق حدد دمج، أو على وجه الخصوص يعني على أكثر دقة من التعبير، حدد تنظيم وإعادة توزيع وانتشار القوات ودمجها في مؤسسات الأمن والقوات المسلحة بناء على تخصصها، ووضع هناك أيضا يعني قوات أخرى كقوات قوات حماية المنشآت لتولي يعني حماية المراكز الحكومية والأمنية. أيضا كان ضمن الاتفاق أن تقوم الحكومة ورئيس الحكومة بأداء اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية خلال 30 يوم في عدن، هكذا نص الاتفاق في عدن، ما يعني أن الرئيس سيعود إلى عدن بموجب الاتفاق، وما يعني كذلك أن الترتيبات الأمنية التي يجب أن تجري في عدن لعودة رئيس الجمهورية وعودة اللواء الأول حماية رئاسية إلى عدن يجب أن يتم خلال 30 يوما. هناك تعثرات حقيقية في هذا الجانب في هذا الاتفاق، وربما أن الأطراف كلها يعني ليس لديها النية الكاملة، أو خوف تخاف أو تخشى من فيما يتعلق ما بالحديدة يتلوه الأطراف الأخرى. وهناك أيضا عفوا هناك طرف في التحالف نشير إليه بالإصبع المعلوم، وهو الإمارات. الإمارات تحاول إفشال السعودية داخل الجنوب، وتثبت لها أنها كانت على صواب في إيجاد المجلس الانتقالي والتشكيلات المزلعة. بالعودة إلى التشكيلات الأخرى التي أثرها ضيوفك، التشكيلات المسلحة الموجودة خلال 4 سنوات كانت حالة طبيعية، نشوءها حالة طبيعية، لأننا كنا في ظرف ملتبس، تحول كل جماعة أن تشكل نفسها لتثبت وجودها على الأرض. وبذلك حتى التحالف تقاسم هذه الكيانات، فمثل ما كون الإماراتيون كونوا لهم مراكز قوى مسلحة في الجنوب وفي الساحل الغربي
عمل السعوديون ايضا على تشكيل قوات في المحافظات الشماليه في المحافظات الشماليه شمال وشرق الشمال وشمال غرب البلاد، وهي قوات ذات عقيده سلافيه مناوئه لبعض التيارات الموجوده في السلطه الشرعيه وعلى خصوص حزب التجمع اليمني للاصلاح. فيما يتعلق بنقطه هامه وهي ربما محوريه، ملف الحديده دكتور، يعني كانت الحديدة على مرمى حجر من قوات الشرعية والتحالف قبل عام، لكنهم تراجعوا وتركوا، يعني ترك في نهاية المطاف زمام المبادرة للحوثيين في هذه المعركة. ما هو تفسيرك لهذا الوضع، أو كيف ترى ملف الحديدة في عام 2019؟ ملف الحديدة هو بداية الانتكاسات العسكرية والسياسية في آن معنى، لأن القوات العسكرية التي خطت إلى أسوار الحديدة لم تحسم المعركة وظلت تراوح مكانها على نفس الوتيرة التي تقدمت بها. نقطة وصولها إلى محيط الحديدة يفترض كان في ذلك الوقت أن تضاعف من قواتها وتطور الهجوم إلى هجمات أخرى للسيطرة على الميناء في ظرف قياسي، لكنها أتاحت فرصة للتدخلات الإقليمية، إيران وحلفائها الولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص، وأعطوا الحوثيين فرصة لأن يظل هذا الميناء مركز نفوذهم ومركز مالي لتعزيز خزينتهم العسكرية. كان الاتفاق في شكله أنه اتفاق سلام، لكن في حقيقة الأمر أنه كان اتفاق استسلام، لأن بنوده كانت واضحة: تسليم الموانئ، ميناء الحديدة، ميناء الصليف، رأس عيسى، مدينة الحديدة، تسليمها لقوات محلية. لم يعرف الاتفاق ما هي هذه القوات، من هي ولمن تتبع، ولذلك سلم الحوثيون من يديهم اليمين المدينة والموانئ إلى يديهم اليسار. لم يتحقق الاتفاق سوى وقت إطلاق النار، وما زال هناك خروق لإطلاق النار. لم يتحقق إعادة انتشار كما حدد من جميع الأطراف. هناك ثلاثة مندوبين أو ثلاثة ممثلين للأمم المتحدة في لجنة الانتشار غيروا خلال عام، إذا الاتفاق فاشل 100%. شكرا لك على تواجدك معنا دكتور علي الذهب الخبير العسكري، كنت معنا بالهاتف من القاهرة. بالعودة إليك، وقبل العودة إلى سيادة العميد حسين العمري، أرحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف أيضا، لكن من القاهرة مستشار وزير الدفاع العقيد يحيى أبو حاتم. أعود إليك سيادة العميد العمري، فيما يتعلق بمعركة الحديدة، برأيك هل سيشهد العام 2020 تغيرا على صعيد الميداني أم لا؟ أخي العزيز حفظك الله، نحن لسنا متفائلين كثيرا ولكن لسنا يائسين. بالنسبة لمعركة الحديدة، هي توقفت في سبتمبر 2018 وقد كانت قاب قوسين وأدنى من الحسم العسكري، ولكن التدخل الدولي والضغط الدولي والضغط الإقليمي الذي أوقف هذه المعركة، وكان اتفاق ستوكهولم السويد بمثابة قتل هذه المعركة بالمعنى الصحيح، وأصبحت هذه الاتفاقية مسرحية ومهزلة لم نرى لها من قبل مثيل، واستفرغت من جميع بنودها التي نصت عليها، وتحولت من اتفاقية بنود أن تسلم الميليشيات الحوثية مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة، وتحولت إلى إخراج الميليشيات، إلى تثبيت الميليشيات، ويعني وضع نقاط مراقبة ووقف أطلاق النار. وهذه يعني كانت يعني كارثية، وكانت يعني بمثابة الفخ الذي وقعت فيه للأسف الشرعية، وكان من المفترض أن هذه الاتفاقية يتم إلغائها ويتم عدم التعامل بها، لأنها كانت بمثابة خديعة وقعت فيها الشرعية وأفرغت من بنودها، وأصبحت من اتفاقية تسليم الحديدة وموانئها الثلاثة إلى الشرعية إلى تثبيت الميليشيات وإنشاء نقاط مراقبة ووقف أطلاق النار وأبقى الحال على ما هو عليه. بل أنها تحولت هذه القوات التي كانت قد حققت انتصارا كبيرا وسريعا في الساحل الغربي، حتى أوشكت أن تدخل شارع الخمسين وعمق مدينة الحديدة، إلى جبهة تحولت من حالة الهجوم إلى حالة الدفاع. الآن نشاهد
فإن منذ أن تم توقيع اتفاق ستوكهولم أكثر من 13,000 اختراق من قبل ميليشيات الحوثي باتجاه مواقع القوات المشتركة من قوات الحراس ومقاومة تهامية وألوية العمالقة، وأصبحت الآن الحوثيين بل هناك من يقول أن هجوم عام 2019 يشهد تطورا في تسليح ميليشيات الحوثي بالصواريخ التي وصلت إلى العمق السعودي ولا تزال مستمرة. على كل حال أشكرك سيادة العميد حسين العمري الخبير العسكري، كنت معنا عبر سكايب من برلين. بالعودة أو أرحب مجددا بك سيادة العقيد يحيى أبو حاتم. هناك من يتحدث أن عام 2019 كان عام الجمود العسكري مع الحوثيين والاشتعال العسكري بين الشرعية وأطراف في التحالف فيما بينها، كيف تقيم العام 2019 عسكريا سيادة العقيد؟ حقيقة فيما طرح الضيوف وطرحك أخي، نستطيع نقول أن 2019 كان هادئ نسبيا، يعني مقارنة ب 2018 و 2017 هناك جهود في بعض الجبهات، وهناك أسباب يعني قد تكون لوجستية أو أسباب في الدعم أو أسباب في إعداد الخطط، لكن أهم هذه الأسباب التي يعني جمد كل الجبهات العسكرية بشكل مباشر هو تدخل الأمم المتحدة والدول العظمى وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا وفرنسا وألمانيا، ومحاولتها جعل ورقة الحوثي أو جعل الحوثي كورقة مفاوضة فيما بينها وبين إيران وفيما بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ومحاولة فرض أجندتها وابتزاز دول الجوار وعلى رأس المملكة العربية السعودية. استطاعت فعلا منظومة هذه الدول عن طريق منظومة الأمم المتحدة التي تعمل لحساب هذه الدول من أن توقف العملية العسكرية في الحديدة وأن تضغط على إيقاف العملية العسكرية الجوية من قبل التحالف العربي باتجاه العاصمة صنعاء، وأيضا توقيف جبهة نهم ومحاولة يعني إرباك المشهد العسكري وجعل الوضع في حالة لا سلم وفي حالة لا حرب، ومن خلالها تستطيع أن تبتز دول الجوار وعلى رأس المملكة العربية السعودية، من خلالها تستطيع أن تناور بهذه الورقة الحوثية التي باتت هي الورقة الأكبر لدى إيران في المنطقة العربية، وأن تجعلها محط يعني نقاش أو ضغوط هنا وهناك. لكن ما نؤكد عليه أخي الكريم أن هناك مثل في اليمن يقول الغريم كرسي الأمر، نحن في الجانب في الحكومة الشرعية، وأنا أتكلم حاليا بصفتي مواطن، أنا أخي الكريم، ما لم يكن هناك عمل عسكري وتحرك عسكري وتتوحد كل القوى السياسية والحزبية والقبلية في صف واحد باتجاه العدو الذي لا يفرق بين هذا وذاك، أنا أؤكد لك أخي الكريم أننا نخدم الحوثي من حيث لا ندري، وبعضنا يدري ويخدمه عنوة، لكن أؤكد لك أن جبهة صنعاء هي الجبهة الرئيسية، لا نريد أن نذهب إلى الجوف لنتحارب مع الحوثي في جبال ميتة، في جبال لا تخدم المشروع العسكري، لا نريد أن نذهب إلى جبال الضالع وجبال البيضاء، مع أن هذه كلها المناطق هي مناطق طاهرة ومحبوبة لدى اليمن، ولكن في حال ما حررنا العاصمة صنعاء واقتربت قواتنا من العاصمة صنعاء ستتساقط هذه المدن وستتحرر آليا. الهدف الرئيسي يجب أن يكون باتجاه العاصمة صنعاء، يجب أن لا نوزع قواتنا وأن لا تذهب قواتنا شرقا وغربا ومجهوداتنا تذهب سدى ونفتح 1000 جبهة. يجب أن تركز الحكومة الشرعية والتحالف العربي إذا كانوا لديهم نية صادقة لكن هناك جادة في تحرير اليمن فعليهم البدء باتجاه العاصمة صنعاء، هي محور الارتكاز. هذا ما يفترض، يعني هذا ما يقول كثيرون أنه يفترض أن يكون، لكن بما أن يعني على الأرض الآن الانتقال يبدو أنه رافض الانسحاب من عدن، مسألة النقاط العسكرية في اتفاق الرياض ليست لا تنفذ على ما يبدو على الأرض بشكل جيد، طارق أيضا صالح مسيطر على الساحل الغربي وجزء من تعز بدعم من الإمارات، السعودية تركز نفوذها في المهرة، هل يعني ذلك أن اليمن ذاهبة نحو تفتيت وتشرذم أكثر مما هي فيه برأيك سيادة العقيد؟ أخي الكريم لا أخفيك، أنا شخصيا لدي يعني قناعة أنه خلاف المؤتمر والإصلاح والإشتراكي والناصري والانتقالي مع الحكومة الشرعية وطارق صالح، كل هذا خلاف سياسي يحل على طاولة حوار، و الخلاف الأكبر هو خلافنا مع جماعة الحوثي التي ترى أن لديها الحق الإلهي بحكم أبناء الشعب اليمني، التي يعني ترى أنها أحق بحكم هذا البلاد من أهلها، ولذلك
نؤكد لك أنه نعم هناك خلافات، هناك عراقيل، هذه هي الخلافات هي التي سمحت للحوثي البقاء إلى اليوم، هذه الخلافات هي التي شتت القوى وهي التي جعلت الحوثي اليوم رغم أنه أقل عدة وعتاد لكنه اليوم بات يعني لديه قدرة على المناورة لأنه وجد له يعني أعداء متخاصمين وهذا هو سبب وجوده. لذلك نأكد أولا أخي الكريم يجب أن نتعالى على الجراح، يجب أن نتعالى على الخلافات، هنا خلافات لو وقفنا يعني معها لما تحركنا خطوة واحدة. وأكد أنه حتى ولو كان هناك خلاف اتجاه محافظة عدن يجب على الجيش الوطني وعلى الحكومة الشرعية أن تحشد قواها وأن تتحرك باتجاه العاصمة صنعاء. لدينا من القوة البشرية ومن القوة العسكرية ما هي قادر أن تصل إلى العاصمة صنعاء، يجب أن نطرق أبواب العاصمة صنعاء وأن تصل قواتنا حتى نفرض أمر واقع، حتى إذا كان هناك حوار ستتغير معادلة الحوار أخي الكريم وستكون الشروط أقوى لدى الحكومة الشرعية والورقة أقوى، لكن ما دمنا بعيدين ونحوم حول الحمى نذهب باتجاه جبهة يعني جانبية مع الحوثي وجبهة يعني جانبية مع الانتقالي. أكيد أخي الكريم أنا ما جرى من الانتقالي هي طعنة في الظهر وهي كانت قاصمة وهي كانت يعني مزلزلة للحكومة الشرعية، لكن أخي الكريم ما نعمل، هل نظل مكاننا محل السر؟ يجب أن تتحرك قواتنا باتجاه العاصمة صنعاء وبعدها لكل حادث حديث، يجب أن نستعيد الجمهورية وبعدها حينما نستعيد الجمهورية سنستعيد الوحدة. شكرا لك على تواجدك معنا مستشار وزير الدفاع العقيد يحيى أبو حاتم، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، إلى اللقاء.